السلام عليكم ورحمه الله، متابعين قناه فنون زراعيه في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. اتمنى رب تكونوا بخير. فيديو جديد وهنتكلم عن تحويل البيوت المحميه الى الزراعه المائيه. احنا عندنا الصاله دي كده كانت زراعه تقليديه، زراعه ارضيه عادي خالص. البيت كان فيه 6 خطوط، حتى مكان الخطوط الخيط لسه موجود. فقررنا ان احنا خلاص هنحولها الى الزراعه الحديثه او الزراعه الارضيه او الزراعه المائيه. عملنا ايه؟ شلنا نص البيت من قدام، كل الخطوط اللي احنا كنا مجهزينها وجبناها في النص اللي ورا عشان نعمل الميول. بعد كده خدنا المسافات بتاعتنا ما بين العمود واول مصطبة 80 سنتي، وبعدين عرض المصطبة 65 سنتي، وبعدين الخط الممر 1.5 متر، وبعدين جينا عملنا ميول على كل خط، مسحناه زي ما انتم شايفين كده بميول على هناك على الخيط طبعا. وبعد كده بندق خشب التدعيم، بنزود الخشب زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بنخش على فرد البلاستيك. طبعا احنا كان عندنا هنا الخزان بتاع خلايا التبريد غاطس، فبدأنا نعمل عملية صيانة. نحن بنبني بلوكات، هنعلي هنا شوية قيمة سطرين عشان الرملة هنا ما تنزلش في الخزان بتاع الخلايا التبريد، لان الخزان ده 10,000، عشان تخش تنظفه هياخد منك غالبا. بعد ما عملنا التدعيم بالخشب كده، بدأنا نظبط البلاستيك بتاعنا بالطريقة دي، ونعمل عملية التعبية بالحجر البركاني. اول حاجة اختبرنا المية بتاعتنا، طبعا الميول مش 100%، لكن المية نزلت هناك لحد الاخر وصفت. عندنا الخط ده فيه شوية مية هتقف، لكن مع كمية المية اللي هتنزل من النقطات وضغط المية كلها هتتحرك. لكن الخطوط اللي فيها اللي ما فيهاش ميول خالص دي، بنضطر ان احنا نعدل الميل بتاعها. تمام. بعد كده بنعمل فتحات بتاعة الصرف، كل خط فيه فتحتين، عشان طبعا الخط ده هيشيل ليين، شايفين فتحتين اهم، هناخد منهم مواسير الصرف وهتروح على الخزانات بتاعة التسميد، وهيجي هنا ليات الري برضو اللي احنا هنعملها خطين. ده اللي الرئيسي بتاعنا اللي هيغذي البيت، الاتنين بوصة على قديمه، هناخد منه لي 1.5 بوصة برضو على قديمه، عليه محبس كنترول، راح محبس اوتوماتيك، ويطلع من المحبس الاوتوماتيك على كل مصطبة ليين، ما بين اللي واللي 40 سنتي. تمام. بس كده بسهولة جدا احنا بنتني البلاستيك، بنوقف بندقدق بمسامير، بنثبته بمسامير اهو، وبعد كده بندعم بتدعيم بالخشب. في ناس بتدعم بسلك، يعني مثلا ده ما بين الكوس والكوس 2 متر، بيحطوا خشب وخشب او حديد وحديد، وما بين الحديد والحديد يشدوه سلك. احنا بندعم بخشب وحاجات هندعمها بسلك. بس ده باختصار، احنا خلصنا هنا بيتين، بيت ده والبيت ده، والبيت ده خلص تعديل بقى فرد البلاستيك، والبيت اللي هناك بيدعموه بالخشب بقى فرد البلاستيك، بقينا بيت واحد بس من حيث ضبط الميول بتاعه. بعد كده نخش على شبكة الصرف الراجع، يعني في ناس بتعبي، عندنا ناس بتعبي الكانكري وناس هتشتغل في الصرف. يتبقى لنا شبكة الري، وان شاء الله هنصور فيديو تاني بعد ما نفنش الشبكة او الصالة كلها بالكامل، من حيث الصرف، من حيث شبكة الري، وبعد ما نعبي البلاستيك ده كله بالكانكري. وان شاء الله هنوفيكم بالتفاصيل الفيديو الجاي ان شاء الله بعد لما نخلص. ده الفيديو الاول، تحويل البيوت المحمية الى الزراعة المائية بعد ما عملنا التجربتين. تجربة زرعنا فيها خيار، وكانت الوسط الزراعي كان بيتمس على برلايت، وتجربة عملناها في المكشوف كان برضو بيتمس على برلايت، وكانت مرة كانكري. لقينا ان اسلم طريقة واوفر طريقة الوسط الزراعي يكون حجر بركاني. تمام. كان عندنا فكرة ان احنا نحط داخل البلاستيك ده القصيص اللي هو 25×25، ونعبي القصيص نفسه حجر بركاني عشان نوفر في الوسط الزراعي. لقينا ان الصالة هتاخد 5000 قصيص، القصيص في حدود 1.5 ريال، فهيبقى اعلى من تكلفة الحجر البركاني. الحجر البركاني الرد كله ب 3000 ريال. تمام. ممكن يكفي معاك بيت ونص او بيتين، والمصطبة كلها هتكون متعبية. تمام. هيكفي معاك، هتاخد ردين كاملين
ردين، الصالة دي إن شاء الله هتاخد معاك ردين ب 7000، هنا هيبقى 7500 ريال سطول بس، وبرضه هتحتاج رد ونص حجر بركاني، تمام كده؟ فلقينا ان لما حسبناها بالورقه والقلم لقينا ان الوسط الزراعي يتعبى كده مباشر اوفر من انت تجيب قصيص وتعبيه، وبعد كده القصيص هيعمل معاك تحالب، لان بين القصيص والقصيص هيكون فراغ، فالميه نفسها هتعمل تحالب خضرة وهيأثر عليك، هيلم الـ 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 الحشرات على الميه بس. فان شاء الله يكون التجربه ان شاء الله تكون ناجحه، خصوصا ان احنا عممنا على صاله 38 في 40. نشوفكم فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.